صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 63 لسنة 2023 بتعيين مدير في وزارة التربية والتعليم وذلك بناء على عرض وزير التربية والتعليم جاء فيه تعين الدكتورة شيخة عبد محمد مفيز مديرا لإدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التربية والتعليم